أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الإخوة الأحباب، يا أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بتحية الإسلام وتحية إسلامنا السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع برنامجكم اليومي الرمضاني أحباب الله، جعلنا الله إياكم من أحبابه. أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. الله عز وجل يحب من عبده أن يكون صابرا محتسبا لأجر على الله. أيها الإخوة الكرام، قاعدة في الدنيا يجب أن تكون في آذاننا، حلقا في آذاننا، معلقة في قلوبنا، في عقولنا، أن هذه الدنيا دنيا ابتلاء. بما أن فيها ابتلاء، إذن وجب الصبر، في تحمل، في صبر. والله عز وجل يعطيك على هذا الصبر ما لا يعطي أحدا من العالمين. يقول: والصبر هو الحبس والكف، بمعنى أن تحبس النفس عن الجزع والتسخط، وأن تحبس اللسان عن الشكوى، وأن تحبس الجوارح عن التشويش. تروح هون وهون وهون كأنك أنت مش راضي، يعني حركاتك، لسانك، بقولش أنا، وبالنهاية يقول لك ما احنا صابرين. لا، الصبر رضا، الصبر عدم تسخط، الصبر هدوء، ثم الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على امتحان الله. نحن أيها الإخوة الكرام في امتحان، إما خير وأما شر. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فصاحب المال مبتلى وقليل المال مبتلى، من عنده ولد مبتلى ومن لم يكن عنده ولد مبتلى، كل مبتلى. هنا يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فهو مسؤول عن هذه النعمة، وهنا وجب عليه أن يصبر، فهو مسؤول. إذن نحن في ابتلاء أيها الإخوة الكرام، فوجب علينا الصبر. ثم يقول هنا أيها الإخوة: الصبر على المصائب والنكبات والمكاره التي هي في الدنيا، والوقوف مع البلاء بحسن أدب. حتى هذه فيها حسن أدب، هذا الذي لا يتسخط يحسن الظن ويحسب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض على المقدور. والصبر وأنت متمسك بأرضك وأقصاك، صابر على أذى وجودك في هذه الأرض المباركة، على أذى هذا الاحتلال البغيض، أن تصبر، هذا صبر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أن تكون في نيتك الرباط بالمناسبة، أن تصبر على ما يحصل لك، تكون مرابطا، تؤمن من فتان القبر ومن عذاب يوم القيامة أو من الفزع الأكبر، ويجري عليك عملك الصالح يا من كنت صابرا على هذه الأرض مرابطا عليها. والصبر على أذى الناس وعلى دعوتهم لله سبحانه وتعالى، كما يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من صبره مباشرة يتذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فيخلفك الله خيرا منها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يقول الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من كانت هذه صفاته هنيئا لك، عدة سنوات في هذه الدنيا صابرا محتسبا مقابل جنة عرضها السماوات والأرض، يستحق. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.